نعم يوسف، يعني آخر هذه التطورات هو قبل لحظات بسيطة من الآن، حيث وصلت عدد من الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي عدد من المواطنين بصاروخ من طائرة الاستطلاع، تم استهدافهم بشكل مباشر في منطقة القرارة، وهي المنطقة التي تعد ضمن المنطقة الجنوبية لقطاع غزة بالتحديد لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وصلت الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى، وهي عبارة عن أجساد مقطعة الأطراف، بالتحديد ثلاث إصابات منها كانت قد بترت الأقدام فيها، وهم شباب تقريبا أعمارهم في العشرينيات أو في الثلاثينيات من أعمارهم، وصلوا من خلال موتور أو دراجة نارية إلى مستشفى الشهداء الأقصى، وبدأت في هذه اللحظات الطواقم الطبية على الفور بالتعامل معهم في قسم الاستقبال والطوارئ في وسط قطاع غزة بالتحديد في مستشفى الشهداء الأقصى. لماذا وصلت الإصابات من القرارة إلى مستشفى الشهداء الأقصى؟ من المفترض أن تكون قد تم إسعافها في مستشفيات خان يونس أو مستشفيات مدينة رفح كمناطق قريبة لمكان الاستهداف، ولكن الاحتلال الإسرائيلي كما يعلم الجميع هو يطبق في حصاره واستهدافه لمستشفى ناصر في مدينة خان يونس، وأيضا لمستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة خان يونس أيضا، كما أنه بعد أن رحل عدد كبير ونزح عدد كبير من المواطنين قصرا إلى مدينة رفح جنوب القطاع، بات من الصعب المكان لسيارات الإسعاف التنقل في هذه الطرقات، فأصبحت المكان الأسهل وليس الأقرب ولكنه الأسهل والأسرع مقارنة بالمسافة بينه وبين مدينة رفح هو مستشفى شهداء الأقصى. هذه الحالة التي صنعها الاحتلال الإسرائيلي بفعل غاراته وأيضا إغلاقه لبعض الطرقات وتدميره لطرق أخرى، وأيضا صنعه لوجود عدد من المواطنين في مدينة رفح بهذا الكم الكبير، دفع هذه السيارات للوصول إلى هنا بدلا من الذهاب إلى جنوب القطاع. ولكن في المقابل هذه الغارة نبيل لم تكن الأخيرة على قطاع غزة بشكل عام ولا على وسط القطاع بشكل خاص، بل إن غارات إسرائيلية أخرى كانت على مدار نهار هذا اليوم استهدفت منازل المواطنين في مخيمي المغازي والبريج شرق قطاع غزة، وأيضا مخيم النصيرات ومنطقة الزوايدة غرب وسط قطاع غزة. كل هذه الغارات وهذه الاستهدافات الإسرائيلية على اختلافها سواء كانت الطائرات الحربية أو المدفعية أو أيضا طائرات الاستطلاع كلها تركت شهداء وإصابات، وكلها أيضا كانت سببا رئيسا في ازدياد وارتفاع أعداد النازحين الفلسطينيين من أماكنهم المختلفة إلى إما في مدينة دير البلح أو إلى جنوب القطاع، حيث الأماكن التي باتت محتشدة بالمواطنين في تلك المناطق دون أن يتم توفير أدنى مقومات الحياة لهم، ولكن بالمقابل هناك آمال باتت تعلق وهناك دعوات باتت موجودة بين المواطنين أن يحل الأمان بعد هذه الأيام العجاف التي عاشوها الفلسطينيون هنا في قطاع غزة. نتحدث عن 133 يوما من هذه الإبادة الإسرائيلية التي لم يستثمر فيها الاحتلال الإسرائيلي لا البشر ولا الشجر ولا الحشر، كل ما هو فلسطيني كان مستهدفا بوسائل قتالية، وآلة بطش إسرائيلية لم تتوقف عن الإغال بدماء الفلسطينيين لا سيما الأطفال والنساء.